عن روح الإصرار والتحدي معنا خبر عن أكبر أمريكي تسلق جبل إيفرست عمره 75 سنة في الوقت اللي لو أنا طلعت فيه 3-4 أدوار على رجلي على السلم أقسم لك بالله ببقى على وشك الانهيار في أي وقت، ولكن اللهم صل على النبي 75 سنة وتسلق قمة جبل إيفرست، وكان معاه معلمة من هونج كونج عمرها 45 سنة، وهي بالمناسبة بتعد حاليا هي أسرع أنثى تتسلق أعلى قمة في العالم. طلعوا القمة ورجعوا بالسلامة، وهذا العجوز الأمريكي اسمه آرثر موير بالمناسبة تسلق القمة وحطم الرقم القياسي لأمريكي آخر يدعى بيل بورك كان عمره وقتها 67 سنة. موير قال إنه في البداية حس بالخوف والقلق، لكن مع الإصرار قرر إنه يتسلق قمة جبل إيفرست. قد إيه هو كان عنده هذا الإصرار وقدر يعني يستفيد منه ويخليه دافع بالنسبة له إنه يكمل رحلة الصعود إلى القمة بالمعنى الحرفي بمنتهى التحدي وبعزيمة قوية جدا.